ما زالت قضية خريجي المهن الطبية دفعة عام 2021 تتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعدة هاشتاغات تداولها عدد كبير من الناشطين على تويتر، منها هاشتاغ استثناء حق خريجي الصحة، وهاشتاغ النقابات تطالب بمباشرة خريجي الصحة، وهاشتاغ أيضا مظاهرات خريجي الصحة. تصدرت قائمة الهاشتاغات على تويتر، وأيضا طالبوا من خلالها إدراجهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كونه معني بالأمور الطارئة وصلاحية الحكومة ضمن المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء باتخاذ القرارات غير القابلة للتأجيل لأسباب عديدة، منها أنهم شملوا بالتعيين المركزي وفق القانون رقم 6 لسنة 2000، وبسبب انتشار جائحة كورونا وحاجة المستشفيات والدوائر الطبية إلى الملكات التمريضية والصحية، وأيضا بسبب حصول الشواغر وزيادة الحاجة، وأيضا بسبب تدرج دفعتي 2019 و2020 وافتتاح المستشفيات الجديدة لتعزيز الكوادر الطبية، وأيضا أرفق عدد كبير من الخريجين حاجة المستشفيات للكوادر الجديدة بكتب رسمية نشروها عبر حساباتهم على تويتر للتأكيد على صحة ادعائهم وانتفاء الحاجة لتأجيل مطالبهم، ومفاتحة مجلس الخدمة الاتحادي للمباشرة بتعيينهم، وأيضا توعدوا بالتصعيد والاحتجاج في حال لم تتم الاستجابة لهم، في حين أيضا اخترنا لكم جانبا من تغريدات كثيرة عبرت عن تلك المطالب من خلال ما جاء فيها، ونبدأها مع تغريدات عديدة، مع تغريدة لفاطمة. تقول فاطمة في تغريدتها على تويتر حول هذه المطالبات: احذروا ثورة خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، فللصبر حدود، وصبرنا بدأ ينفذ وثورتنا قادمة، أعطونا حقنا فما زال لنا بكم أمل، لا تدعونا نفقد الأمل بكم، وهاشتاغ استثناء حق خريجي الصحة. أيضا هناك تعليق أو تغريدة من محمد يقول فيها: المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يقول إيرادات العراق ستتجاوز 150 مليار دولار خلال العام الحالي، انتظرونا الأسبوع القادم، ثورة خريجي الصحة قادمة، وهاشتاغ النقابات تطالب بمباشرة خريجي الصحة، وهاشتاغ مظاهرات خريجي الصحة قادمة، وهاشتاغ استثناء حق خريجي الصحة. تعليق آخر من ميس إسماعيل تقول إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم: نحن خريجي المجموعة الصحية والطبية والتمريضية لعام 2021، نرجو إدراجنا ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كونه معني بالأمور الطارئة وصلاحية الحكومة ضمن المادة 42 من النظام، وهاشتاغ النقابات تطالب بشمولها أو بمباشرة خريجي الصحة. أيضا تغريدة أخرى من الصيدلاني يقول فيها: نقيب أطباء العراق في بيان له: ندعو بقوة مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقرين اتخاذ ما يلزم وإيجاد الطريق المناسب للتمويل وتعيين المشمولين بقانون التدرج رقم 6 لعام 2000، وأيضا ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية، وأرفق تغريدته بهاشتاغ النقابات تطالب بمباشرة خريجي الصحة. أيضا تغريدة لعقيل الزاملي يقول: قانون التدرج الطبي هل هو عبث أم ضرورة؟ تنظيم الخدمات الصحية تتطلب نظاما خاصا في التوزيع وتدريب الكوادر من أجل تلبية الحاجات ومستويات الخدمة والارتقاء بمستوى الكوادر والتدرج من مستوى إلى أعلى. هذا ما قاله نقيب الأطباء، وأيضا أرفق التغريدة بهاشتاغ النقابات تطالب بمباشرة خريجي الصحة.